هذه المرة نعود مجددا إلى ملف الأمن الغذائي وتحديدا إلى ملف اللحم عفوا ملف اللحم واللحوم. فهل بالفعل مسلخ بيروت كان عم يذبح جيف وعم بيخالف الشرع مثل ما قال معالي وزير الصحة وائل أبو فعور وشرح كيف عم بيتم ذبح ماشية وهي ميتة وطريق النعر عوضا عن الذبح على الطريقة الشرعية؟ خلونا نشوف أولا هذا التقرير ومن ثم دعونا نأخذ المعلومات من المعنيين في موضوع المسلخ وطريقة الذبح في هذا المسلخ وما هي الحقيقة كاملة. إذن ماذا قال الوزير أبو فعور؟ كيف شرح للرأي العام ماذا يحدث داخل المسلخ؟ ومن ثم نكون مع ضيوفنا. مش ممكن انه يوم اللي كان المحافظ رايح يزور المسلخ تيسكره الساعة 4 يذبحوا عجل ميت. مش منطقي ومش مقبول. الذبح ببلش الساعة 8 الساعة 4 بيذبحوا ومش عجل حي عجل ميت. واكيد في مواطنين لبنانيين اكلوا من هذا اللحم وكانوا عم ياكلوا على مدى سنوات وسنوات. اساسا مسلخ بيروت ما بيستوفي مش بس الشروط الصحية، الشروط الشرعية. ذبح الحلال. ذبح الحلال بيقول انه لازم يصفي دم الذبيحة. كيف اذا بنضربها للذبيحة سكين بعنقها منشان تموت اختناقا تنبيع اللحم مع الدم توزن زيادة يكون وزنها زيادة. اذا بعد ما استمعنا الى الوزير ابو فعور بدي رحب بضيوفي اللي هن متخصصين بهيدا الموضوع. بدي رحب بضيفي الاول الاستاذ فاروق الحسن امين السر السابع لنقابه اتحاد القصابين وتجار المواشي بلبنان. مساء الخير. ومعي ايضا الى جانبي الدكتور جمال خزعل وهو نقيب الاطباء البيطريين ايضا. مساء الخير دكتور. اليوم يعني في موضوع اساسي اللي هو عم بيركزوا عليه الناس، يعني في كثير اصحاب معامل تقفل، في اصحاب مؤسسات بتنذكر اسمائها على التلفزيونات انها غير مطابقه للمواصفات، دائما بنسمع انه لا ما اجوا لعنا او مش هيك صار او ما بعثوا لنا حدا، يعني دائما هناك علامات تشكيك حول معظم ما يقال. نحن لا نشكك بكلام معالي الوزير طبعا، ولكن نحن ندعم معالي الوزير بفعل الصحيح ومحاربة الفساد بالبلد، ولكن لابد أيضا من أن يكون هناك كمان منبر للناس اللي بتعتبر حالها أنه مظلومة بمكان ما أنه تعبر عن رأيها، ونحن والرأي العام عليه هو يقرر إذا كنتوا بالفعل أنتوا ناس مظلومين ولا الوزير هو على حق. اعتراضكم الأول أستاذ فاروق على قصة العجل الذي ذبح أو ذبح وهو ميت. وأنت بتنفي هذه الواقعة جملة وتفصيلا وبتقول لا صحة للموضوع لا من قريب ولا من بعيد. صحيح. نحن كل ما هنالك وسائل الإعلام بسمي المحطة يعني اللي صور سمي بدك إيه سمي بدك نيو تي في إجت هي وسعادة المحافظ بكشف. هلأ نحن عادة بالمسلخ بتجي الذبحيات بالنهار بيستلموها في طريقة للعمل بمسلخ بيروت بتجي بتجي قبل بس خلينا بين هلالين نسلم انه مسلخ بيروت كل شيء الا مسلخ. لا هلا كل شيء الا مسلخ يعني في سلبيات كثير اكثر من بس في ايه بس في ايجابيتين. طيب هو في عندنا مصلحه البيطره بتقوم بواجبها على اكمل وجه. نعم اطباء البيطريين وعندنا مدير صارم حقاوي جوزيف منعم ما بيخاوز قيد امله قيد شعر ما بيخاوز انتبهت عليك. نعم. هيدا مع كل السلبيات انا بقول لك في سلبيات بمسلخ بيروت بس مش نحن سبب السلبيات هو اداره خلينا بنبلش بالموضوع. طيب نحن قصه العجل قصة اللي انذبح هو وميت. لا ما في عجل مذبح وميت. كل ما هنالك لو كانوا صوروا نيو تي في ما في اشطر منا من الفضايح. دور على الفضايح تدوير بالضبط. لا عم بحكي بس خلينا ضمن الاطار. انا يعني بيصوروا الحقائق. نعم. يعني حقائق. نعم. لو في حقيقه صورها هاي. نعم. هذا اللي عم اقوله انا. هلا اللي بدي اقوله نحن في عنا طريقه بتجي المواشي بالنهار على المسلخ بتجي بتنحط بالزرايب بيجوا الدكاتره الساعه 7 الا ربع 7 لانه نحن 7 ونص 8 بيدوروا بالزرايب اذا في حيوان منه خارج منه سليم منه معافى للذبح
تبعت ورق صاحب الدبابة بتقول له هيدا في عندك طريقين، يا بتذبحه بنعاينه اذا بده تلف بنتلفه او رده محل ما جبته. هلا اجى اذا في شيء عاجل بيذبحوه بقلب الزريبه. ليش؟ ليجي الحكيم يتلفه، لانه هذا ما بفوت على المصلخ ابدا. نعم. ما بفوت على المصلخ ابدا، كل شيء بينذبح بالزرايب ما بفوت على المصلخ، من على الزريب بينكب بينتلف وبينصدر فيه كتاب تلف. طيب شو صار؟ شو صار؟ جاي 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 سياره محمله اغنام اوروبيه مدنب بالولا بيلا. نعم. اجى منه الراس لانه هيدا في ستريس تعبان، قام اللي استلم الذبايح ذبحه. هلا نطر الحكم بهال بعد 10 دقائق بيجي سعاده المحافظ هو ومحل نيو تي في بيصوروا. هلا قلت لك انا انه هيدا راح للتلف، هيك القانون يعني او هيك هو القانون بيقول هيك، بس هو فعلا راح للتلف. وفي كتاب، في كتاب تلف وتلف وبده يروح للبلديه وللمحافظ. نعم. ما في لعب يا استاذ طوني، هيدا نعم. الموضوع ما في لعب فيه ابدا. بعدين نحن جماعه بنخاف الله، هيدا الشيء كله ما بنعمله ولا ولو بده يغنينا. نعم. يعني يعني عجل ما في قطعيا، يعني الغنم صار عجل. ايوه، وبعد منيح اللي صار عجل ما يصير بعدين قطيع. انتبهت عجل صار. يعني انت يعني انت اللي عم بتجرب توصله انه المعلومه اللي وصل لمعالي الوزير مش معلومه دقيقه ابدا، هو عم يستقي معلوماته من ناس عم بتوصل له معلومات غير دقيقه. وانا بطلب منه اي شيء، هلا المصلخ وقف او وقف على العمل، بالمستقبل لاي وزير كان انه يجي وقت اللي بده يتقصى الحقيقه، يتقصى الحقيقه من اداره المصلخ ومن جهاز البيطري. نحن شو بده فينا؟ لانه نحن اذا بده يجي يقولوا طيب. نحن هي اول مشكوك بشهادتنا انه ما تكلم عنه معالي الوزير حسب قولك انه مش غير حسب قولي مليون بالميه، وازم وازم انه هيدا المعلومات اللي وصلت لمعالي الوزير انه ما في عجل انذبح هو وميت ابدا قطعيا، والغنم اللي انذبح ذبحت اتلف وفي كتاب تلف باداره طيب. موضوع الذبح على الطريقه غير الشرعيه اللي وصفها معالي الوزير انه عم بينعر عم تنعر الماشيه بطريقه ليبقى دم فيها ليبيعوها بوزن اتقل. هلا الشرع، الشرع نحن عم نتبع الشرع كمسلمين، نذبح انه شخطه واحده مثل هيدا، هيدا العرف انه هيك او الشريعه هيك بتقول. هلا شو اللي ببين كيف بيعرفوا انه هيدا نحر ولا شيء؟ انا شهادتي مجروحه، في عندك طبيب بيطري طيب. هو اللي بيحط. بس انا بدي ضوي على شغله، انا بدي اقول لك نحن ان 4 سنين نطالب بإعادة تأهيل المصلخ لأنه ما عم بيخلونا نعمر طيب مصلخ البيت. على رأسي أنا بشكر سعادة المحافظ وبشكر مدير مدير المصلخ وبشكر رئيس النقابة معروف العدو، لأنه هو كان بعت كتاب حذرهم فيه إنه هيدا حينهار، ونحن ونحن أي مسؤولية بتوقع حنحمل البلدية. هيدا نحن لازم نتشكى على البلدية، ما هني يتشكوا علينا. طيب. نحن نتيجتنا عدم 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 تلبية طلب. هذا ملف بدنا نفتحه، بده يكون معنا كتير وقت. نعم. بس أنا كان بهمني هذا الموضوع لأنه حضرتكم اتصلتوا فينا وأكدتوا لنا أنه ما في قصة عجل انذبح هو وميت أبدا أبدا قطعيا. بالنسبة لحضرتك نقيب الأطباء البيطريين دكتور خزعل، هل ممكن يعني خلينا نحكي شوي بالواقع، هل ممكن أنه أن ينحر خروف أو عجل أو ما إلى هنالك ويبقى بدمه ليباع بوزن أتقل كما قيل، واللحام اللي عم بيشتري هيدا الموضوع ما يلاحظ انه هيدا الماشي منحورة نحر وليست مذبوحة ذبحا ومصفى دمه؟ اولا هذا الكلام لا يدل على اي مسؤولية علمية بهذا الموضوع. نحن كأطباء بيطريين معروف بالنسبة لهيك حالات، في حال في حال تم نحر الحيوان او ذبحه بعد موته، يعني ذبح غير حلال، يعني يكون حبس دمه اصلا، الدم اصلا ما راح يطلع خارج الذبيحه. نعم. الاورده الدمويه كلها راح تبقى معبيه دم، دم متجلط، لون الذبيحه لون اللحم بنسميه نحن سيانوسيس مزرقة ولا بصير ازرق لون الاحتقان. يعني ما معقول اللحام او صاحب الحيوان يضر حاله، يعني مش راح تستساغ او يتقبلها المستهلك مجرد شافها معروضه للبيع، يعني كلام مش
بيزيد وزنه اذا بقي الدم فيه؟ ما بعتقد هذا الكلام علمي يعني, ما بعتقد هذا الكلام علمي. بعدين انا هذا يعني لست في صدد ان ادافع عما يجري في مسلخ بيروت او غير مسلخ بيروت, لانه هذا ملف شائك, ملف كبير. انا عندي اعتراض كنقيب اطباء بيطريين ونحن مسؤولين بالدرجه الاولى على الثروه الحيوانيه, على الطريقه التي يدار فيها هذا الملف. مع احترامنا الشديد لوزير الصحة اللي عم بيقوم فيه, كان لازم ينقام فيه من عشرات سنين, وأول من يجب أن يحاسب بهذا الملف هي الدولة مش الناس ولا أصحاب المواشي. اليوم اللي عم بيصير, وأنا هم بوجه كلام للمسؤولين عن ملف سلامة الغذاء بلبنان, وأولا وزارة الزراعة ووزارة الصحة, وبقول لن يكتب النجاح لأي عمل ولأي جهد في مجال سلامة الغذاء دون التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة, وبالأخص المسؤول عن هذا الموضوع عن سلامة الغذاء بكل دول العالم هو الطبيب البيطري. اللي عم بيصير بلبنان للأسف أنه دور الطبيب البيطري مهمش وما في وعي كافي حتى من أهم المسؤولين بهي الملف في الدولة اللبنانية. ما في وعي لدور الطبيب البيطري. الطبيب البيطري بلبنان عندنا نحن, انا كنائب اطباء بيطريين. طيب بس ما كمان دكتور قلت لك هذا الموضوع بده بس أكيد. كمان كنا بعرف انه ببعض المسارخ الختم الصحي صحيح. كان عم ينترك مع الموظفين تهني ختموا على ذوقهم, وفي تصوير لهذا الموضوع لاحد المسارخ اللي تسكرت. هذا الموضوع كان مسلخ بيروت ولا باي مسلخ, بمسلخ بمسلخ اخر تم تسكيره. يعني بنهار اللي رحنا تنصور هيدي الواقعه كلها كان تم تسكيره لهيدا المسلخ. انا مع يعني المسالخ مع تسليط الضوء على اي حدث بيصير قليل قال عنه وين المسلخ ومين المسؤول عن هذا المسلخ, هل في طبيب بيطري ولا لا. علما انا بقول بهذا المجال معظم المسالخ بلبنان اللي عم بيصير فيها نقص بتغطية الاطباء البيطريين اللي عم بيكشفوا على هذا الموضوع. فأجل. خلينا بس نوضح فكره بناء على ما تفضلتوا في حضرتكم, انه المعلومات التي تصل لمعالي الوزير ابو فعور هي معلومات مغلوطه ومنقوصه على ذمتكم. يعني على على ذمتكم. يعني عم بيصير امور عم تنقل له امور ثانيه. استاذ طالب كل بدي اوضح بس شغله صغيره بس لانه تفضل. نحن مع الوزير وائل ابو فعور مع اي مسؤول بالدوله يضرب بيد بالحديد سلامه مشان لمصلحه سلامه الغذاء, نحن معه لانه هيدا مطلبنا. نحن هذا مطلبنا. ثاني شيء نحن بنشكر مع سعاده المحافظ والرئيس ومدير المسلخ على انه قاموا بهالجهد لاعاده ترتيب مسلخ بيروت. ثالث شيء هيدي الاخرانيه. نحن عم بسلطوا الضوء على الذبايح, يعني نحن عم بنشك في شيء من وراء. طيب ليش اللحم المثلج وليش الفاكيوم ما عم يجي صوبه؟ عم نحكي عنه دائما بالبرامج وان شاء الله هلا بعدين بتقارير وزير الصحه. تقارير وزير الصحه عم تيجي بالمصنع كفته مفرومه همبرجر مش بذبايح. ما عم ياخذوا عينات اللي عم ياخذوا من الذبايح. كمان شغلي انا بس لمعالي الوزير بدي بحب اتوجه فيها. هي دائما عم بتقلنا مثلا امبارح كنت عم بسمع معاليك عم بتخبرنا انه هيدا مثلا خلينا نحكي عن رودستر, انه رودستر كانت وصلت له اللحمه بعد ما استعملها بسوبر ماركت ثاني, انه هيدا المورد يعني اللي بيجيب لهم البضاعه هو اللي مسؤوله رح يغيروه. بس ولا مره خبرتنا مين هن هو؟ يعني دائما بتخبرنا انه السوبر ماركت الفلانيه المطعم الفلاني في مخالفه بس راح يظبطوها لانه راح يغيروا اللي بيسلمهم البضاعه او الشركه اللي بتجيب لهم البضاعه. بس ولا نهار خبرتنا مين هي الشركه اللي بتجيب البضاعه اللي لازم تتغير. ولازم نعرف يعني انا يعني مطعم عم يستلم بضاعه اوكي فهمنا, بس مين عم بيجيب البضاعه؟ ليه هالتكتم بهيدا الشكل عن هو الشركات اللي عم بتمول السوبر ماركت او المطاعم؟ دائما بنعرف انه خلص مشي حالهم لانه غيروا المستورد او غيروا اللي بيتعاملوا معه, بس ولا مره عرفنا مين هو هيدا الشخص اللي عم بيتغير. كمان بالنسبه لك معالي الوزير ولاداره مستشفى رفيق الحريري تحديدا, لانه وصلني رد من نقابه الممرضات لليوم حول موضوع اللي كان الشاب اللي عم بيدخن ارجيلي بقلب اوضه المستشفى, واثبتنا بالوقائع انه هذه الواقعه صحيحه وليست صوره مركبه. لحد اليوم ما طلع اي رد لا من قبل اداره المستشفى ولا من قبلكم كوزاره صحه, وانتم يمكن مش كانت كمعالي الوزير كادارات بتعتمدوا انه مع الوقت بتنسى خلاص حكي عنها هالجمعه
جمعة الجاي بيبطل خلاص الناس هي القصة. لا كل جمعة رح نحكي تناخد رد من حضرتكم شو صار تحديدا بالمستشفى. من نائبة الممرضات والممرضين وصلني حضرة سيد طوني خليفي بعد التحية وعملا بحق الرد تعرب نقابة الممرضات والممرضين عن تقديرها الصادق لدوركم الإعلامي في خدمة قضايا المجتمع من خلال الإضاءة على المشاكل وآخرها ما ورد في إحدى الحلقات عن إحدى المرضى وهو يدخن الأرجيلة في المستشفى. إن التعبير الذي ورد عن احتمال أن تكون الممرضة قد سهلت الأمر لمشاركته في التدخين جاء تحاملا تجاه دورها وأدى إلى ورود عدة مراجعات بهذا الشأن إلى النقابة عبر الاتصالات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. إننا إذ نجدد احترامنا لكم ونقدر وقوفكم إلى جانبنا في محطات سابقة نتمنى عليكم أن تحرصوا على صورة الممرض والممرضة ودورهم وعلى صورة الممرض ودورهم كشبكة أمان في المجتمع وفي قطاع الصحة بشكل عام. أهم شيء أنا بسط إنكم ذكرتوا إنه وقوفنا إلى جانبكم بمحطات سابقة وهذا يدل تماما إني ما عندي أي شيء ضدكم، بالعكس أنا كل احترام وتقدير إلى هذا الجسم الطبي اللي بالفعل عم بيقدم تضحيات كتير كبيرة. أنا ولا مرة بسمح لنفسي إني أسيء لهذا الجسم، ولكن عذرا إذا وردت أنا أعتذر ولي الجرأة أن أعتذر على ردة فعلي، لأن لما قال الشاب أنا كيف بدي دخن والمرضى قاعدة بوجهي فاتح الباب والمرضى قاعدة بوجهي، ساعتها أنا قلت إنه إن شاء الله ما تكون أخذت معك يعني شراكتك بالأرجيلة، كانت إذا بدكم يعني إذا كان فيها إساءة أعتذر عن هذا الموضوع، ولكن قبل أن أعتذر عن هذا الموضوع أريد جواب من إدارة المستشفى كيف سمحت الممرضة والممرضات لهذا الشاب أن يدخن الأرجيلة داخل غرفته في مستشفى حكومي جامعي كمستشفى رفيق الحريري. شكرا لك أستاذ، شكرا لك دكتور. ما هو التالي ونتابع؟ أصل الكلمة يعني خرطي، ولا مش عارفة يعني بطاطا، كله تركي يعني كوسة محشي ورقة تواليت، ما بعرف سألوا بسو كاسترو بيعرف يا طفنيس وقصص سويت مثل هالبلد، هذا البلد كله فوفيش يعني انت سخيف سوفاج. وأخذوا قلبي وتركوا الوهيل وتركوا النور من عيوني. ماتوا الكبار لا يفتحوا الصغار، هيك أساءوا لصباح وسعيد عقل بمماتهم. بس الليلي وفي حلقة استثنائية بكل موضوعية وبمناسبة عيد البضبارة خلينا نشوف السياسيين شو عم يأكلوا بالبلد. عشية عيد البربارة 15-44 بيزور الزعمة بمطبخهم. زيح حاجة عم تصور زيح. قتل النفس بساحة المعركة منعا للوقوع بالأسر، هل هو بنظر الدين استشهاد أو انتحار؟ جسر الدورة من فوق للتجول ومن تحت للتبول.